هل هذا فقط أستاذي بسبب الملف الاقتصادي؟ يعني الملف الاقتصادي والكوارث التي يقوم بها اقتصاديا الغلاء، الذهاب إلى صندوق النقد الدولي. يعني منذ يومين أو 3 أيام نجد مساعدات ليبية إلى تونس، سكر وزيت يذهبون إلى تونس من ليبيا التي تعاني أصلا من حرب أهلية، وكأن الوضع في ليبيا الذي فيه انقسام شديد وحروب أهلية صار أفضل من الوضع التونسي. أليس الملف الاقتصادي وحده كفيل بأن يجعل الشارع يثور؟ نعم، تعليقا يعني موجزا على هذه المساعدات التي يعتقد الكثيرون أنها ليبية بحتة. بداية ما يسمى بهذه المساعدات هي لن تكفي سلطة الانقلاب، لن تكفيه يعني بضعة أيام، يعني 100 شاحنة لا تكفيه بضعة أيام. اثنين، نحن نعتقد بأن ليس السلطات الليبية هي التي أرسلت تلك الشحنة، بأن هناك جهة أخرى طلبت من الليبيين أو دفعت ثمن تلك الشحنة حتى يقوم السلطة في ليبيا والإخوة في ليبيا بنقلها إلى تونس. هناك بعض الإيرادات الدولية لإنقاذ قيس سعيد أو لإبقائه أكثر ما يمكن من الوقت في انتظار التحضير لمن سيخلفه. فهم يحتاجون، لأن سقوط قيس سعيد اليوم في يعني هذه الأيام، سقوط نظام قيس سعيد يعني ضرورة عودة يعني الذين قام قيس سعيد بإقصائهم، عودتهم بقوة إلى المشهد بعدما يعني أظهروا درجة عالية جدا من الوطنية وحرصا على أمن واستقرار البلاد، وتحدوا القمع والبطش طيلة سنة ونصف من عمر الانقلاب. هذا ما يؤهلهم للعودة بقوة في أي محطة انتخابية قادمة. فالغرف السوداء التي تفكر لأوطاننا وتخطط لها لا يناسبها وليس من مصلحتها أن يسقط هكذا قيس سعيد فجأة. هم يحذرون لما بعده. هذا ما نعتقد.